بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا المقطع سوف أستعرض طريقة طباعة شهادة مرتبة الشرف، وهي شهادة مختلفة عن شهادة التفوق خاصة لطلاب الصف الثالث ثانوي. يمكن الوصول لهذه الخدمة من خلال الدخول على موقع نور من حساب قائد المدرسة، من ثم التقارير، بعدها الانتقال إلى تقارير المقررات وشهادة مرتبة الشرف. نحدد العام الدراسي، على سبيل المثال راح نختار العام السابق، الطلاب الكل، ومن ثم نضغط على عرض. بعدها سيتم تحميل وعرض شهادة مرتبة الشرف لجميع الطلاب، يمكن حفظها بالضغط على هذا الزر. طبعا يجب الانتباه أن هذه الخطوة يجب القيام بها قبل تخريج الطلاب. هذه خطوات طباعة مرتبة أو طباعة شهادة مرتبة الشرف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.